بالاخص الناس اللي كتعرف التاريخ ديال البعيد جاي مقصد ليهم. وحنايا هاد المسائل ما غنسكت عليها ومن جميع المنابر غادي نطبقوها. ما عندهم والو والو هي والو. هاد الاساتذه باطل عليهم ديال الموسيقى باطل عليهم بزاف ما كاينينش. الان سبع شهور او ست شهور والاساتذه ما مخلصينش وفين ديك فيه وقتها. ولكن انت كمسؤول الا كانت عندك غيره على هذا القطاع والا كنتي كتخاف الله وكتقى الله في هاد الناس فالسبب ديال الوضعيه.